الثانية من برنامجكم صباحك مسك. مثل ما عودناكم بهذا الوقت يكون عنا موضوع رئيسي عم نحكي فيه، وخاصة مع آخر القرارات المتعلقة بعودة التعليم أو احتمالية بداية وافتتاح المدارس مجددا. فقد قررت وزارة التربية التركية إعادة التعليم وجها لوجه لصفوف معينة بشهر آذار المقبل. وزير التربية التركي ضياء سلجوق قال عبر حسابه طبعا على تويتر أنه التعليم وجها لوجه سيبدأ اعتبارا من 1 آذار المقبل، وذلك للطلاب الصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث والرابع، وأيضا طلاب الصف الثامن وحتى الصف 12. طبعا أعزائي المتابعين، أيضا أضاف الوزير سيد ضياء سلجوق بأن وزارة التربية قد أنجزت كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الامتحانات للطلاب بشكل فيزيائي، مشيرا أن تأجيل هذه الامتحانات سيزيد من عبء الدراسة مستقبلا وسيعيق اكتشاف وضع الطلاب الحالي والمتطلب تصميم برامج دعم مناسب لاحتياجاته. نعم، كمان الوزارة كانت اعتمدت التعليم عن بعد لطلاب المدارس وحتى دورات القيادة وأي دورات أخرى، بلشت بهذا الموضوع ب20 تشرين الثاني من عام 2020، وذلك مثل ما كلياتنا بنعرف بسبب تفشي جائحة كورونا وفيروس كورونا بالبلاد. ألغت الوزارة كان لاحقا امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. حول عودة المدارس واستعداد الكادر التعليمي للتعامل مع هذه الأزمة واستئناف الامتحانات، يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو هنا الأستاذة منى نصار مدير عام مؤسسة الديوان بإسطنبول. تحياتي لك يا أستاذة منى. أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية ويبارك فيك يا رب. أستاذة يعني منى، بصراحة هل المدارس التركية بشكل عام وحتى الحكومية أو سواء الخاصة جاهزة بالفعل لاستقبال الطلاب، وخاصة الاستقبال أو الافتتاح يكون على الأبواب، يعني 1 آذار كم يوم ومبلش فيه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بفريق الأعداء وبالحضور الكرام والمشاهدين. طبعا هي المدارس الحكومية أو وزارة التربية والتعليم هي بتعمل، لا ننكر أبدا أن جائحة كورونا هي تعتبر كارثة من الكوارث البيئية اللي حلت على العالم، لكن هو طريقة أو كيفية التعامل مع هذه الكارثة بطريقة ما، فهي ديت اللي هيخلينا أن احنا نطلع من الكارثة ديت بسلام نفسي وصحي والمحافظة على البشرية وهكذا. نعم، فقرر وزارة التربية والتعليم التركية، طبعا هم رسموا تخطيط استراتيجي لكيفية التعامل مع هذه الجائحة، ومنها ان هم كانوا بيعملوا زي تيست او اختبار كل شويه، يقولوا طب هننزل اطفال الروضه لما يجدوا ان الموضوع هو تطور او في ظهرت حالات كورونا يمنعوا تاني ان الطلاب ينزلوا. نعم. فاظن في هذه الفتره بعد التعاون مع وزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم ان هم لما يفتحوا المدارس في ان شاء الله في 1 مارس، هم فتحوها بالفعل اوريدي. نعم. لطلاب الروضه في 15 فبراير. نعم. ان المدارس الان مهيئه، تمام، تهيئة لاستقبال طلابنا، بس هو الموضوع محتاج زيادة وعي من الأهالي والتزام المدارس الحكومية بقرارات وزارة التربية والتعليم والاهتمام بالجانب الصحة والإرشادات والتعليمات اللي نزلتها الوزارة، ومنها إن شاء الله سيكون التعليم يعني مفيد لطلابنا بالكيفية اللي هي الوزارة رسمتها لنا إن شاء الله. ممتاز. طيب، إن شاء الله أستاذ منى، يعني باعتبارك أنت مختصة في هذه الأمور، برأيك هل هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة التركية سواء من بدء افتتاح من 15/2 ثم 1/3 ثم تخصيص بعض المراحل، تخصيص بعض الأيام، كيف تقيمين هذه العملية وطريقة التفكير هذه؟ هي ستيب باي ستيب. نعم. يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان هي الوزاره طبعا لا تنكر الصحه النفسيه للطالب. نعم. خاصه طلاب الروضه وطلاب المراحل اللي هو يعتبر في المدارس الحكوميه او وزاره التربيه والتعليم الصف 8 وصف 12 يعتبر شهاده. جميل. فهو بيحاول ان هو يحافظ على صحه الطالب وصحه التعليم، وفي نفس الوقت ان هو عايز ان هو يحافظ على المجتمع والبيئه المجتمعيه. فالقرار
ده قرار سليم، هو بياخدها خطوه بخطوه، وان شاء الله عقبال بقيه الصفوف ان شاء الله هي تنضم لنا وترجع الحياه لمجراها الطبيعي ان شاء الله. امين يا رب الفعل. استاذه منى، بصراحه كثير من الاهالي هلا ما لهم عارفانين يا ترى الدوام كيف حيكون، عدد الصفوف، عدد الطلاب كيف حيكون داخل الصف الواحد، في اعداد محدوده، في ايام دوام معينه، هي الاجراءات الى اي مدى ممكن انه عن جد تاثر على مستوى التعليم برايك؟ هو من ضمن الحاجات اللي هم وضعها الوزاره ان هو بيسمح للطلاب ان هو الاوبشن، ان هو لو انت حابب ان اولادك يكملوا في البيت اونلاين فهو ده يسمح لك ان انت تظل محافظ على ابنك داخل البيت. اذا متاح ما زال انه التعليم عن بعد حيكون موجود. نعم، واذا كان هو يريد ان هو ينزل اولاده للمدارس فهذا متاح ايضا. ده هكذا بيرجع لنفسيه ولي الامر ومدى تخوفه من طبعا وتقييمه للحاله الصحيه داخل البيت، يعني في بيبقى في بعض الامراض المزمنه التي لا تضطر ان حتى لو ابني كان سليم ان انا ما ينفعش ان انا انزله للمدارس خوفا على باقي افراد الاسره يعني. فهي هو وضع الاوبشنز والتفكير الابداعي ولازم يكون في تكاتف ما بين الأسرة وما بين الهيئات التعليمية والتواصل المباشر بينهم وبين بعض والمراقبة الدائمة بين إدارة التعليم أو المدارس أو الهيئة التعليمية بينهم وبين الأهالي وما بينهم وبين الأطفال بشكل مستمر. ده بيساعد أن احنا نوصل للطريقة المناسبة. جميل. لكن أستاذة منى دعينا نكون واقعيين قليلا. الأهالي ما زال لديهم قلق وخوف من موضوع كورونا، يعني كنا نتناقش بالأمس وقال أنه الطفل يعني غير مدرك، ربما الطفل يريد أن يمرح ويلعب، بكرة حيشيل كمامته يعطيها لصديقه وصديقه يبادل الكمامة ويركضوا ويلعبوا. هذا الخوف والهاجس لدى الأهالي لابد أن يكون هناك ربما توصي، يعني أنت عندما تجتمعين من اختصاصك مع الأهالي وهكذا، هل هناك شيء توجهين لهم؟ هل هناك شيء تتحدثين به؟ بالنسبة للتعامل مع الأهالي بالذات، هو أنا واحتكاك المباشر مع أولياء الأمور، أنا دايما برجع ليهم بقول لهم إحنا لازم نتعامل مع الموضوع بشكل واقعي. أي نعم، لكن مش هنعلي الموضوع بحيث ان احنا نزود الرهبه لدى الاطفال او يعني الهاجس او الخوف من حاجه معينه، ديت لازم ان احنا نبعد عنها. تمام. لكن احنا المفروض نعمل ايه؟ زراعه الوعي والقناعات لدى ابني ان انا بعمل له طقوس يوميه داخل البيت قبل ما هو يخرج اصلا في الحي او في المجتمعات الخارجيه او المدارس بتاعته. المحافظه على النظافه كل ساعة، كل نص ساعة، أي قبل الأكل بعد الأكل، المفروض دوت هو ده شيء اوريدي المفروض الطفل بيعمله، لكن احنا بنزود الموضوع ان احنا نغرس قناعات داخل الطفل بدون رغبة بدون تخوف طبعا، لان الموضوع نعم، لان الطفل في الاخر ساعات بعض الحالات بتوصل لنا ان احنا مع التواصل الكونسلر دايما مع اولياء الامور، لا في بعض الحالات ان الاطفال خايفين مرعوبين عندهم اكتئاب عندهم قلق من العوده خاصه الاكتيفيتيز والحاجات اللي هم اتحرموا منها وكده، ويجي خوف على فقدان احد من البيت، وزي ما حضرتك ذكرت ان هو بيكون شايف كورونا كانها فعلا هي الزومبي اللي هياكل اهل بيتنا يعني. فهو يجب ان هو على الاهل زراعه الوعي وتعليم الاطفال بشكل مستمر على العادات الصحيه السليمه، لكن من الناحيه الثانيه احنا كمدرسه او كهيئات تعليميه المفروض يكون الاوبزرفر والمراقبين موجودين بشكل مستمر، يكون دايما في البوستات والموجوده ومنتشره في كل مكان، زياده عدد الدكاتره الصحيه الدكاتره نفسهم داخل يعني حيكون في هيك ولا هي نصائح ربما؟ لا لا لا، هو اوريدي موجود اصلا دكتور نعم، يمكن كشرط لاصلا لافتتاح دكتور وممرض المفروض هو موجود اوريدي في المدارس، لكن لما بنزود الجانب الصحي والمراقبه داخل الصف ومراقبه المعلمين بلس ان الطفل نفسه ان هو نزرع في القناعات ان هو يجب على نفسه ان هو يحافظ التباعد الجسدي
لبس الكمامات بشكل نعم مباشر. نعم. المعلم نفسه المفروض ان هو يكون ميرور نير، ان هو يكون نفسه هو في ان هو عارف ان هو لو طول ما هو لابس الماسك اوريد ان الطالب هيكون شايف ان دوت خلاص هي نعم. هتلاقي الطالب او نفسه هو قاعد خلاص لبس الكمامه لانه المعلم بتاعه لابس الكمامه بتاعته. ففي بعض الحاجات اللي هو لازم ان احنا ككبار نفسنا او كقدوه ان احنا نعملها، وفي نفس الوقت الطالب اوريد ان شاء الله يعني هيتعود عليها، هي عاده ومحتاجين اولادنا ان هم يتعودوا عليها باذن الله. تماما. هي ما شاء الله مثل ما قلتي استاذه منى انه هي العمليه وهي الاجراءات التدابير النصائح ما راح تكون حصرا بس توجيهيه للطفل، وانما حتى لاولياء الامور قبل انه ما يكون يبلشوا فيه على اطفالهم يكونوا هن بالاصل ملتزمين فيها. طيب اذا بدنا نحكي عن موضوع التعليم الوجاهي بدايته مثل ما بلشنا حيرجع يفتح التعليم الوجاهي، هل فينا نقول المقوله اللي كثير من الاشخاص يمكن عم يبلشوا خلص يقتنعوا انه هي المقوله هي اللي حتصير وهي انه انتهى عهد التعليم عن بعد؟ ذكرتي بالبدايه انه ممكن يكون في اونلاين دراسه اونلاين، انت شو بتقولي لهم؟ والله إيه لو تلاحظوا هو مش في قسم التعليم أو في مجال التعليم فقط حصلت ثورة في العالم، فالعالم قبل كورونا شيء وبعد كورونا شيء تاني خالص. نعم. حتى التوظيف، حتى قسم الـ HR، ويعني حتى أصلا إن التعليم أونلاين فتح لينا مجالات تانية وخلى الإنسان هو يفكر بتفكير إبداعي. لو تلاحظوا مثلا برنامج زوم كان حاجة قبل ما كورونا، ودلوقتي في كمية أوبشنز محطوطة أصلا لما بعد أو في أثناء فترة كورونا. فالتعليم أونلاين لا هو بقى مستمر، وفي مدارس أصلا الآن أصلا بتفكر إن هي يكون الشغل بتاعها أونلاين أصلا، لأنه هيكون محافظة على طلابنا، بيوصل لعدد أكبر من الطلاب. جميل. بنقدر ان احنا نوصل للمدرسين والمعلمين في كل مكان بدون تكلفة ان هو الانتقال من بلد المواصلات لبلد. نعم. غير المواصلات ان هو ممكن ان هو اصلا هو من هو في امريكا بدون تحمل تكلفة ان هو لازم ان هو يجي مثلا اسطنبول او تركيا، ان هو ممكن هو يعلم الطلاب من هو في اماكن. فاحنا في ثورة او في حاجة طفرة جديدة دخل علينا وتبناها العنصر البشري لهذه الطفرة، فالتعليم أونلاين سيستمر يعني باقي وهي تمدد. أستاذة منى، يعني ربما نحن تحدثنا الآن في المجمل على إجراءات وزارة التربية والتعليم، لكن متأكد أنا من خلال موقع مؤسستكم واطلاعكم على وضع المدارس الخاصة تحديدا العربية، يعني لربما تزداد جرعة الإجراءات ربما المتخذة بحكم أصلا أنه هي مدرسة خاصة. لكن هل ترين بأنه هذا بحد ذاته مطمئن للأهالي فيما تنتهج المدارس الخاصة؟ زيادة الإرشادات، زيادة الإرشادات، زيادة النصائح، موضوع الطلاب، وبشكل متزامن الفلوس، المصاريف اللي يدفعوها الأهالي. نعم. أكتر حاجة تساعد على نجاح المدارس وأي هيئة أن أنت تشعري ولي الأمر أنه هو عضو مشارك في المدرسة، أنه هو يعني هو جزء منا ولا نقدر أن نتخلى عنه. جميل. شعور الولي الأمر بانتمائه للمدرسة وأنه هو جزء فعال في المدرسة واستطلاعه دائما أول بأول بشفافية تامة ووضوح تام، يعني لما بيظهر حالة كورونا في أول كنا بنبلغه ان احنا عندنا في حاله كورونا ولا نتخفى على ذلك، يعني دي الصراحه والشفافيه، وان احنا نشعر ولي الامر ان هو دائما هو عضو فعال في المدرسه عندنا وان هو شاركنا في نجاح هذه العمليه التعليميه، ليس الموضوع فقط بيننا وما بين الطالب. واستطلاعه دائما بالتعليمات الخاصه بكورونا، وان هو لو محتاجات ارشادات نفسيه وتوفير الدكتور سايكولوجي ليه اول باول ليه ولاولاده، ده بيشعر ولي الامر ان هو دكتور سايكولوجي. نعم. ليه سايكولوجي؟
لانه احنا بنعالج طبعا يعني الفتره ديت زي ما انا ذكرت في الاول ان في بعض الطلاب فعلا وصل الموضوع اللي هي ان هو اتحرم من الاكتيفيتيز والانشطه بتاعته، اتحرم من مرحله الطفوله اللي هو متعود المفروض ان هو ينزل منها، خايف على حد من اهله ان هو يفقدهم، خاصه الاجداد والجدات اللي هو بيكون مرتبط بيهم وعارف ان الموضوع يعني الطفل عنده قناعه. احنا اطفالنا دلوقتي وهم في جريد 1 وجريد 2 بيدخل على اليوتيوب وبيجيله معلومات قد تكون مغلوطة، فبيزيد عنده الرهبة من كورونا. فللأسف ساعات من اللي احنا لو احنا كولي أمر أو كمؤسسة تعليمية ما عملناش ليه وعي أول بأول وديناه الحقائق اللازمة ان هو يعرفها، هو ممكن ياخد معلومات مغلوطة وتأثر عليه نفسي بطريقة عكسية. وتوفيرنا احنا كمدارس انترناشونال او مدارس خاصة او هيئة تعليمية او مفروض من وزارة التربية والتعليم ان هي تكون موفرة دكتور سيكولوجي يكون موجود باستمرار مع ولي الامر، ده بيساعد على ان شاء الله نساعد على علاج هذا الطفل دائما للالمام بكل هالجوانب. طيب استاذه منى، سؤال هيك اذا فينا نختم فيه صراحه، في عندك شيء معلومات بتتعلق بطبيعه الدوام اللي حيكون داخل هدول المدارس؟ الدوام عم نسمع انه حيكون يومين يمكن بالاسبوع او ثلاث ايام، عدد الساعات اصلا بهذا اليوم، عندك شيء معلومات عن هذا المجال؟ هو حدد في بعض المدارس، احنا كمدرسه احنا مفتحينها ان هو هيبقى خمس ايام في الاسبوع، لكن بيبقى فتره التوقيت الزمني للدراسه اقل عن ما قبل. وقت البريك والاستراحات اللي ما بين الدروس والصفوف بينها وبين بعض قل طبعا، لكي لا نسمح للطلبة ان هم يكونوا لوحدهم لفترات طويلة. بالعكس يعني هو هيكون في اشراف دائما، معناته طبعا في اوبزرفر، في اشراف دائم، في حس حتى كمان الطلاب اللي هم الهاي سكول اللي هم الطلاب الكبار ان هم نشعرهم مدى اهميتهم في المدرسة، فنشعرهم ان هم نديهم ديوتيز ونديهم واجبات ان هم عليهم ان هم يتابعوا الاطفال الاصغر منهم. حلو. وده بيشعر داخلهم جانب ايجابي كبير وليهم فايدة في المجتمع كوميونيتي سيرفيس وهكذا. جميل جدا، يعني بصراحه كلام جميل، لكن اتاني هذا السؤال احد المتابعين الان الاستاذ طه الغازي يقول: استاذه منى السلام عليكم، خلال المرحله القادمه ستنتقل اجراءات وزاره التربيه التركيه في تدابيرها في المدارس ستنتقل لمرحله تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، يعني بدأوا المدرسين من أول أمس حتى شفنا وزير التربية وعم يأخذ أول جرعة لقاح. كيف تنظر أستاذة منى للإجراءات وآلية التنسيق فيما يتعلق بالطلاب الأجانب في المدارس الحكومية من حيث شمل ببرامج التطعيم باللقاح؟ يعني في ان هو حيطعموا الاطفال التركيه فقط والاطفال الاجانب يعني هل سيكون هذا اذا توفر حسب ما فهمت من استاذ طه، هل هناك سيكون الطلاب ايضا العرب موجودين يشملون او ما يشملون كطلاب لانهم كتله طلابيه؟ رايك في هذا موضوع اصلا تلقيح الطلاب بشكل عام تطعيم الطلاب؟ هو الامر بيرجع لولي الامر، هل هو يقبل اصلا تطعيم ابنه ولا لا؟ لانه انا لما اعلنا عن الموضوع وان في تطعيمات او كده دايما بنرجع لولي الامر، هل تقبل اصلا بتطعيم ابنك ولا لا؟ ان في بعض اولياء الامور بيكون عنده تخوف اصلا من التطعيم. أيوة. يعني اي نعم هو تطعيم بس هو شايف اللي قصاده ان هو ممكن يكون لسه ما زالت الموضوع تجربه قصاده يعني فهو بيخاف على ابنه. لكن لو حصل تطعيم وتطعيم للاطفال الاطفال احنا متعودين دايما ان الحكومه التركيه لا تفرق ما بين اللاجئ او الاجنبي والمقيم عاده، ان هي يعني انا نفسي مريت بحاله كورونا وجات لي حاله كورونا، واول ما جات لي وزاره الصحه ارسلت لي العلاج مجاني مع اني برضو اجنبيه في هذه البلد، لكن وبعتت يعني ارسلت الدواء ليا ولاسرتي وبدون ما هي تطلب اي شيء، بالعكس ان هما كانوا محافظين علينا بيحاولوا ان هو لانه فعلا احنا عنصر موجود في المجتمع لو ما تمش علاجنا احنا هنأثر على بقيه المجتمع التركي. وغير كده ان الحكومه التركيه احنا متوقعين منها ان هي دايما او هي فعلا كده ان هي كريمه مع مع الشعب الموجود، هي بتحتوي كل المواطنين الموجودين في البلد حتى لو غير تركي.
طيب استاذه منى، كلمه ختاميه حابه توجهيها لكل حدا عم يسمعنا عنده اولاد عم يجهز ارسالهم للمدارس بعد ايام قليله، او حتى للاطفال اللي عم يسمعونا، او ممكن اي شخص عم يسمعنا حاليا بما يتعلق بعوده المدارس. انا حابه ان انا اقول لهم الحمد لله ان احنا دلوقتي فتره كورونا ما قبل كانت شيء ودلوقتي بقت شيء ثاني. نعم. كان في الاول كان نظرتنا لكورونا ان هي حاجه وحش جاي يعني يسيطر على العالم. وزاره الصحه والعلماء بيطلعوا كل يوم والتاني علاج. انتوا بس عليكم ان انتوا تهتموا بالجانب الصحه بتاعتكم، الحمايه والاكل الصحي، تتعودي اولادك على عدم الاكل طبعا من المطاعم، شرب الفيتامينات واخذ الفيتامينات المناسبه في هذه الفتره. والجانب النفسي باكد على ولية الامر، خدي بالك من صحتك النفسيه قوي، لانك انت وجودك في البيت بصحه نفسيه ايجابيه كويسه هتاثر على باقي افراد الاسره. نعم. لو انت اللي تهزيتي صدقيني ان انت هيكون ليكي اثر سلبي على اولادك، هم تعتبر انت القدوه ليهم. بالنسبة لأطفالنا حبايبنا، لازم نكون طبعا احنا لو خرجنا من البيت لازم نكون لابسين الماسك بتاعنا. فيش حاجة اسمها معلش بنوتاتنا الجميلات اللي هم في مرحلة جريد 8 وجريد 12، اي نعم انتم مبسوطين وراجعين لأصحابكم وحشينكم جدا، بس بلاش الأحضان وبلاش القعدة بدون ماسك، وبلاش ان كل شوية تيتشر يقول لكم البسوا الماسك وكده. لان الموضوع ده احنا عايزين الموضوع يكتمل، وان عايزين بقية الصفوف التانية تيجي، وعايزين الموضوع يكون ليه تأثير إيجابي عشان يشجعنا أكتر إن احنا نستضيف بقية طلابنا وبقية الصفوف التانية في المدرسة. والله جميلة، نصائح ذهبية صراحة عن جد. الله يكرمك ويحفظك أستاذة منى مديرة عام مؤسسة الديوان بإسطنبول، لك جزيل الشكر والتقدير على هذا التحليل وهذه النصائح. الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا. أعزائي المتابعين والمتابعات، فاصل قصير نعود بعده إليكم، حياكم الله، ابقوا معنا.